كابتن اسامه الف مليون مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي وهزيمه مستحقه النادي الزمالك. مبروك للجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي كانت موجوده في استاد القاهره النهارده. دي دايما عاده جمهور النادي الاهلي في دايما في كل المباريات ورا لاعبتها ورا جهازها الفني ورا ناديها. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي اللي في كل مكان اللي كانت متابعه ودايما بتدعي الفريق النادي الاهلي. مبروك للجهاز الفني، مبروك لكولر، مبروك للاعيبه النادي الاهلي النهارده رغم النقص العددي الكبير عند النادي الاهلي، لكن بنقول الحمد لله. دايما النادي الاهلي المقوله العظيمه اللي بنقولها وبيرسخها وبياكدها كل اللعيبه الموجوده، الاهلي بمن حضر. تخيل النهارده احنا كنا بنعد قبل الاستوديو التحليلي كم اللعيبه اللي كانت غايبه النهارده عن المباراه، لكن النادي الاهلي كان ليه الافضليه، كان ليه السياده في المباراه حتى في الشوط الاول، وكانت المباراه ما كانتش افضل شيء. النادي الاهلي كان ليه فرص هو الاخطر. الشوط الثاني النادي الاهلي قدر يترجم السيطره بتاعته لاهداف. بنحيي كولر على الاداء الرائع، مذاكر نادي الزمالك كويس جدا، التشكيل بتاعه في ظل الغيابات النهارده واقعي، تغييراته النهارده اكتر من ممتازه. بنبارك للكابتن محمود الخطيب.